هلا رح ننتقل اكيد كمان. اليوم شفنا كان في ظاهرة خسوف، وشفنا كان في شوية اجواء، مو شوي كتير يعني. خلينا اليوم امبارح منطقة دير الزور كان فيها عاصفة غبارية كتير قوية. اليوم كمان عبر اتصال حنكون مع الاستاذ عبد العزيز صنوبر، نائب رئيس الجمعية الفلكية. صباح الخير. يسعد صباحي، صباح النور. يسعد يسعد صباحك صباحك. استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك على شاشة الاخبارية السورية. خلينا نحكي اليوم عن الظاهرة الفلكية الاخيرة اللي شهدناها جميعا، نحكي عن خصوصية هي الظاهرة، وهل في ظواهر فلكية قادمة؟ يسعد صباحكم يا رب، وصباح كل متابعين شاشة الاخبارية السورية الحبيبة. الحقيقة نعم، اليوم كان في خسوف كلي للقمر، ولكن في منطقتنا كان خسوف جزئي. في بعض دول العالم الحقيقة تابعت خسوف كلي للقمر، وأصبح القمر باللون الدموي الجميل جدا. ومن المعروف أنه لما بيصير خسوف كلي للقمر بينقلب لون القمر في حالة الخسوف الكلي إلى اللون الأحمر، بسبب بعض الأشعة التي تتشتت عبر الغلاف الجوي للأرض والتي بتمر للقمر فبتعطيه هذا اللون الأحمر الدموي. حقيقة نحن نحسد العالم بشافوه على شكل خسوف كلي. الحقيقة بمنطقتنا كان خسوف جزئي، وترافق مع غروب القمر تقريبا عند قبيل الفجر، لذلك ما استمتعت الناس يمكن عنا بمشاهدة هذا الخسوف. طبعا دخل الخسوف بدأ الساعة 4:30 فجرا، تم شبه الظل. طبعا خسوف شبه الظل يعني يمكن الانسان العادي اذا طلع على القمر ما كثير يميزه، ولكن اذا نظر عبر التلسكوب او المنظار ممكن يشوف انه صار في تغير بلون القمر، صار في بعض الخسوف بلون القمر. اما الخسوف الجزئي بدا الحقيقه الساعه 5:27 دقيقه او 5:28 دقيقه صباحا، والقمر كان بيغرب بعد عده دقائق، لذلك الناس ما استمتعت، ما في غير اللي عنده كان افق غربي مكشوف جدا قدر يشوف هالدقائق البسيطه من خسوف القمر. طب اذا هيك حبينا نحكي عن التاثيرات اللي ممكن يسببها هذا الكسوف، شو ممكن تخبرنا استاذ؟ طبعا القمر معروف انه له بعض التاثيرات الجاذبيه، مثل موضوع المد والجزر على الكره الارضيه، وطبعا الانسان 70% من جسمه هو عباره عن سوائل، فقد يتاثر بموضوع القمر البدر وليس بموضوع الخسوف. لو تذكر الخسوف تكون جاذبيه الشمس والقمر مضاعفه، لذلك ممكن يصير تاثير شوي اكبر. بنشوف بعض الناس يقولوا انه هيك ما كثير كان كويس، ولكن الحقيقه ما في تاثيرات مباشره. خليني اقول بعض الاشاعات اللي بتطلع تاثيرات على العواصف او صحيح. او ترافقه مع مثلا العاصفه اللي حصلت في دير الزور، ونحن كثير يعني تاسفنا لبعض الحوادث اللي صارت للاسف. يعني نحكي اكثر استاذ عن منطقه الدير امبارح، ناخذ تفاصيل من حضرتك كونك بالاجواء. الحقيقه نحن مرجعنا الرئيسي بالموضوع هو مديريه الارصاد الجويه، الحقيقه صحيح. انه كشفت يعني وضحت الموضوع بسبب المنخفض شبه المداري او الهندي الموسمي، يعني هو اللي اثر على وجود هذا الغبار، ووصلت سرعه الرياح 100 كيلو متر بالساعه، كمان ادت لبعض التخريب للاسف يعني. والغبار الشديد ادى لبعض حالات الاختناق. صحيح. ولكن هذا مثل ما شفتي هو بمنطقه واحده، وليس مثلا على عموم سوريا او عموم مناطق العالم، لذلك ما فينا نربطه نهائيا بموضوع خسوف القمر. يعني لو انه ترافق بنفس الفتره، ولكن ما فينا نربطه، ما في اي رابط علمي بين خسوف القمر وبين حدوث هيك شيء على سطح الارض، خاصه انه حدث في مناطق محدده وليس في مناطق عامه. ونحن بالنسبه لنا كان الخسوف جزئي وليس كلي، يعني مثلا كان بامريكا الخسوف كان كلي. استاذ عبد العزيز، خلينا نحكي اذا في ظواهر فلكيه قريبه رح نشهدها، نحكي عنها اكثر شو هي، ممكن نحكي عنها نضوي عنها للناس تلاحظها، لانه مثل ما قلت يمكن قليل من الناس اللي قدروا يتابعوا هي الظاهره الفلكيه. تمام. الحقيقه هلا اللي بيفيق قبل شروق الشمس ينظر لجهه الشرق والجنوب الشرقي، بيلاحظ انه في اربع كواكب مستصفه بشكل جميل تشاهد بالعين المجرده، هن كوكب الزهره وكوكب المشتري وكوكب المريخ وكوكب زحل، موجودين من جهه الشرق تجاه جهه الجنوب الشرقي بمنظر جميل جدا. هلا هدول الكواكب بحركه القمر الظاهريه يوميا، القمر يتاخر حوالي 50 دقيقه عن اليوم الذي قبله، لذلك يقترن مع هذه الكواكب.
يعني على سبيل المثال مثلا نحن عندنا ب 22 الشهر هذا رح يكون في قمر قريب من زحل، نسمي انه اقتران بين القمر وزحل. ب 25 شهر رح يكون قريب من المشتري والمريخ. ب 27 شهر رح يكون مقترن القمر مع كوكب الزهرة. إذا نحن فينا نعرف الكواكب اسم الكوكب من خلال هذا الاقتران. بتكونوا هي ظواهر ظاهرة يعني ممكن لحظة؟ طبعا هذا كله يرى بالعين المجردة وليس بحاجة أساسا مثلا لتلسكوب. يعني هلا اللي بيحب مثلا المواعيد بالضبط هي موجودة على صفحة الجمعية الفلكية السورية على الفيسبوك، كانوا يطلع عليهم وكل يوم يعرف اسم الكوكب من خلال اقترانه مع القمر. هلا الحدث الأبرز رح يكون السنة هو ب 25/10، يعني لسه تقريبا عم نحكي شيء 5 أشهر لقدام، في عندنا كسوف جزئي للشمس. كسوف جزئي للشمس رح يكون بيوم 25/10، وطبعا الكسوف رح يكون بوضح النهار حوالي الساعة 2:00 2:15 ظهرا، فلذلك كل العالم قادرة تشوف الكسوف الجزئي. وطبعا بوقتها رح نحكي نحن شو الإجراءات السلامة اللازم يتبعها الإنسان لحتى يتفرج على كسوف الشمس، لأنه النظر للشمس بشكل مباشر مؤذي للعين جدا. أكيد لا يجوز. اما بالنسبه لخسوف القمر لا، فينا كنا نتابعه لو كان ظاهر يعني بشكل جيد، يعني فينا نتابعه بدون استخدام اي نظارات او اي ادوات وقائيه. استاذ عبد العزيز بدنا نشكر حضورك معنا اليوم عبر اتصال، وبدنا نقول السلامه والصحه للجميع، وتمرق كل الظروف والظواهر على خير علينا اكيد نور. شكرا استاذ. شكرا لكم. اكيد نتشكرك على كل المعلومات اللي حكينا عنها اليوم، شكرا كثير لك.